بسم الله الرحمن الرحيم الله والحمد لله يا الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم كان الحديث في المساله الثانيه وهي اشتباه الواجب بغير الحرام والعله في هذا الاشتباه هي كون النص مجملا المرحوم المصنف تقدم منه وسياتي يؤكد على ان الحكم هو وجوب الاحتياط بالنسبه للمكلف الشاكي في انه هل الواجب هو اليف او الواجب هو باء والكلام الكلام عين السبب المتقدم ياتي هنا نفس المنشا للاحتياط الذي تقدم مرارا ياتي هنا ايضا بالنتيجه عندنا تكليف في ذمه المكلف فيجب ان يخرج عن عهدته. والفتى رحمه الله الى انه بعض كلمات المحقق الخنساري اعلى الله مقامه تناسب هذا المبنى تناسب الاحتياط. اليوم يريد ان يلفت انه لا هذه الكلمات قد لا يكون منها المقصود هو الاتفاق مع مبنى المرحوم المصنف. اعيد قراءه كلام المحقق الخنساري ونقرا ماذا يستظهر منه المرحوم المصنف. قال الخنساري في صفحه 296 السطر الرابع قبل الاخير: نعم لو حصل يقين بالتكليف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر. قطعا هذا الشخص مكلف يقين بالتكليف. وما عرفنا لم يظهر معنا ذلك الأمر ما عرفنا أن المقصود أليف أو باء بل يكون مترددا بين أمور وهذا ما ظهر معنا لا يدري هل هو أليف أو باء أو جيم مثلا فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور المرددة جميعا يجب عليه امتثالها جميعا لماذا؟ حتى يحصل اليقين بالبراءة انتهى كلامه إذا يظهر من كلامه انه عندنا يقين بالتكليف وعندنا شك في الفرد اما هو اليف او باء او جيم فيجب الاحتياط هذا كانه عين المطلب الذي ذهب اليه المصنف كانه عين راي المصنف المصنف يقول لا ليس كذلك عندنا ثلاث حالات الحاله الاولى ان الشخص يكون هو المخاطب مباشره ويحصل عنده الاجمال هذه حاله اولى المولى يخاطبه هو يخاطبه يكلمه يامره ويكون الامر مجملا عند هذا الفرد هذه حاله الحاله الثانيه انه لا يكون الفرد الاول مخاطب والفرد الثاني هو الذي عنده تردد ولكن نبني على الاشتراك بين الفرد المخاطب وبين الفرد الذي حصل عنده التردد لماذا يكون مشتركا معه؟ اما من جهه انه مخاطب ايضا واما من جهه قاعده الاشتراك التي تقدمت. الحاله الثالثه لا اصلا نشك هذا لا يكون مخاطبا هذا الفرد ونشك هل هو مشترك او غير مشترك. هنا قد يقال قد يقال بانه قاعده الاشتراك تجري، قد يقال لا. قاعدة الاشتراك لا تجري لأنه هذا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة سيأتي إن شاء الله بعض التفصيل له المورد الذي يكون المأمور الفرد المكلف يكون مخاطبين هذا بالاتفاق يجب عليه الاحتياط وهذا اللي قصد المرحوم الخنساري ولا يقصد الذي لا ندري هل هو مخاطب أو لا الذي عندنا اختلاف مع المرحوم القمي هل هو مخاطب أو لا هل هو مكلف أو لا هل يصح تكليفه أو لا يصح تكليفه قال رحمه الله ولكن التأمل في كلامه كلام المرحوم الخنساري يعطي عدم ظهور كلامه في موافقتنا في الموافقة لأن الخطاب المجمل الواصل إلينا لا يكون مجملا بالنسبة إلى المخاطبين إذا ليس المقصود هو الفرض الأول وهو أنه المكلف يكون هو المخاطب مباشرة ويكون الإجمال عنده اللي المرحوم الخنساري قال يجب الاحتياط هذه مو مسألتنا فتكليف المخاطبين بما هو مبين عندنا شخص مخاطبون هذا يعرف حكمه واما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب هنا هو محل النزاع هنا الاختلاف المرحوم القمي قال هؤلاء المتاخرون اصلا ليسوا مخاطبين لانه تاخير البيان عن وقت الحاجه فرض المرحوم الخنساري لو حصل يقين بالتكليف فرضنا انه نحن معاشر الغائبين هل نحن مكلفون او لسنا بمكلفين وهذا خلافنا مع المرحوم القمي فمن كلف به يعني خطبه المخاطب الاول لا اجمال فيه في التكليف عنده عند هذا الفرد فاذن فرضنا ليس هو الفرض الاول وهو انه المخاطب المكلف مباشره هو اللي عنده اجمال وهذا متيقن انه مكلف وهذا اللي يتحدث عنه المرحوم الخنصري ومن عرض له الاجمال يعني نحن معاشر الغائبين لا دليل على تكليفه بالواقع المردد هو يعني بحثنا هنا قد يقال بالاشتراك قد لا يقال بالاشتراك لان اشتراك غير المخاطبين يعني نحن معاشر الغائبين معهم مع المخاطبين اللي هم كان عندهم مبين وواضح الامر فيما لم يتمكنوا من العلم به طبعا مع التمكن من العلم واضح انه يجب عليه ان يتعلم لا يتمكن من العلم عين الدعوه هو هذا بحثنا هو هذا مسالتنا هي هذه ان هذا الفرد المتاخر هل مشمول بالحكم حال كونه مترددا لا يدري هل التكليف هو أليف أو باء مشمول أو غير مشمول القمي قال أنه غير مشمول فإذا فرضنا أنه مشمول هذه مغالطة هذا أخذ للنتيجة في المقدمات أخذ المتأخر متقدما جعل المسألة مسلمة وهي أنه مخاطب ثم نقول إذن يجب عليه هو الكلام أنه مخاطب أو ليس به مخاطب فالتحقيق راح يعيد الفكرة لأجل التوضيح فالتحقيق أن هنا مسألتين يعني فرضين حالتين الحالة من الحالات تنقسم إلى أمرين في صرًا ثلاثة إحداهما المسألة الأولى الفرض الأول أنه إذا خوطب شخص بمجمل هو المخاطب عنده مشكلة المخاطب لا يدري، يعلم بانه مخاطب وهو عنده اجمال، هذا واضح انه داخل في فرضيه المرحوم الخنساري، حيث يقول لو حصل يقين بالتكليف، هذا خوطب شخص بخطاب مجمل، بمجمل يعني بخطاب مجمل، هل يجب عليه الاحتياط او لا يجب عليه الاحتياط؟ نعم، نحن نقول يجب عليه الاحتياط، المرحوم الخنساري ايضا قال يجب عليه الاحتياط، ولكن الخلاف ليس هنا النزاع ليس هنا الكلام ليس هنا المساله الثانيه اذا علم تكليف الحاضرين بامر معلوم لهم تفصيلا اولئك المخاطبون معلوم لهم تفصيلا وفهموه من خطاب هذا الخطاب صفته هو مجمل بالنسبه الينا معاشر الغائبين فهل يجب علينا تحصيل القطع بالامتثال يعني بواسطه الاحتياط بالاحتياط باتيان ذلك الامر ام لا يجب ذلك ولم يظهر من المرحوم الخنساري انه يقول بالاحتياط في هذه المساله اللي هي محل النزاع، المرحوم القمي قال لسنا مخاطبين ولو كنا مخاطبين للزم القبيح وهو تاخير البيان عن وقت الحاجه. والمحقق الخنساري يعني حكم بوجوب الاحتياط في المساله الاولى في الاول في الفرض الاول اللي هو اذا خوطب شخص بمجمل مباشره مخاطب ويشك يتردد لا يدري ما هو المقصود دون المساله الثانيه اللي هي نركز عليها يعيد ويقسم فظهر من ذلك ان مساله اجمال النص انما يغاير المساله السابقه يعني عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه الى المكلف نفس المكلف المخاطب عنده اجمال عنده شك لا يدري هل هو مامور باليف او مامور بباء نفسه الذي خاطبه المولى الذي كلمه المولى ولو بالواسطه طبعا ولكن بالنتيجه هو المخاطب في هذه الصوره في هذه الفرضيه المرحوم الخنساري قال يجب الاحتياط اما في عدم النص فياتي الخلاف هنا عندما يكون المكلف مخاطبا ومترددا فيجب الاحتياط فيظهر الفرق بين المسألتين هناك يبنون على عدم وجوب الاحتياط يعني البعض المرحوم الخنساري وفي بعض كلماته والمرحوم القمي وهنا يبنون على الاحتياط لماذا؟ لأنه حصل اليقين بالتكليف مخاطب قطعا مكلف لهذه الفرضية الأولى المسألة الأولى فظهر من ذلك ان مساله اجمال النص انما يغاير او تغاير اسلس المساله السابقه بحيث يقولون هناك بعدم وجوب الاحتياط ويقولون هنا بوجوب الاحتياط. في هذه الصوره فيما فُرض خطاب مجمل متوجه الى المكلف بحيث يقطع بانه مامورون. اما هذه فرضيه اما لكونه حاضرا عند صدور الخطاب. فاذا المكلف مخاطبون لأنه كان حاضرا لأنه كان شاهدا لأنه كان موجودا هذه فرضيه الفرضيه الثانيه هذا اللي ينقسم الى قسمين واما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب اذا بنينا على هذه المساله صحيح كلام المرحوم الخنساري ما فيه تفصيل قال لو حصل يقين بالتكليف حصل يقين بالتكليف اللي هو هذا المكلف مخاطب مكلف بخاطب بالصوره اليف او بالصوره باء كان حاضرا او نعلم بشموله بانه مشمول بانه داخل وان كان متاخرا اما هذه واما هذه لا فرق واما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب هنا يحكم المرحوم الخنساري بالاحتياط لماذا لان هذا الفرد مامور التكليف متيقن سمتيقن اما من الشكل الاول بحيث يكون حاضرا واما من الشكل الثاني اذا قلنا بالاشتراك الفرض الثالث اما اذا كان الخطاب للحاضرين ولم نحرز بهذا الشكل يعني ولو من اجل وجود المانع اللي ذكر المرحوم القمي شمول الخطاب للغائبين وعرض له الاجمال بالنسبه الى الغائبين وحصل الخلاف في ان الغائب مشترك مع الحاضر او ليس مشتركا مع الحاضر هنا لم نحرز بان المرحوم الخنساري يقول بوجوب الاحتياط، اذا عبارته لا تدل على انه يوافقنا، نحن نلتزم بوجوب الاحتياط في هذه الصوره، المرحوم الخنساري عبارته لا يظهر منها ذلك، لانه قد يقصد الفرض الاول بكلا شقيه، فالمساله يعني بالنسبة الى الغائبين الشاكين المترددين فالمساله من قبيل عدم النص لا من جهه اجمال النص اجمال النص يعني نفرض هذا الشخص مخاطبا والخطاب ليس بذلك الوضوح اللي هو ينقسم الى انه كان حاضرا او نقول بالاشتراك هذا اجمال النص اما لم يكن حاضرا وشكك هذا الطرف هذا العالم هذا الباحث هذا الفقيه شكك في الاشتراك فبالنتيجه هذا المتاخر لا يقال عنده اجمال النص يقال انه عنده انعدام نص هل هو مشمول او ليس بمشمول هل هو مخاطب او ليس بمخاطب هل هو مامور او ليس بمامور المرحوم القومي قال ليس بمامور قطعا الخطاب لا يشمله الامر لا يشمله ولو شمله للزم القبيح وهو التكليف المتقدم تاخير الخطاب عن وقت الحاجه اذا الانسب بهذه الفرضيه ان يقال انها من باب عدم الناس لانه لا هو مخاطب مباشر ولا هو مشترك مع المخاطب حتى يقال أن الخطاب معلوم أصل الخطاب أصل التكليف متيقن والشك في والتردد فيه أنه هل هو مأمور بأليف أو بباء هنا يجب الاحتياط قطعا يجب الاحتياط حتى عند الخنساري بناء على هذين الفرضين اللي في كل الفرضين هناك خطاب متوجه هناك يقين بالتكليف فالمساله من قبيل عدم النص لا اجمال النص، لماذا عدم النص؟ لانه ال الذي يقال انه عنده نص اما مخاطب مباشره حاضر واما مشمول. اللي هنا الفرضين الاولين. الا انك عرفت ان المختار فيهما وجوب الاحتياط، المرحوم المصنف يقول لا فرق في الجميع عندي. وليس عند الخنساري وعباره الخنساري غير داله على انه يوافق المرحوم المصنف عند المصنف يجب الاحتياط من لوجود المقتضي وعدم المانع والى اخره من الكلام المتقدم ثم قال فافهم لا ادري لعله افهم هنا ليس من باب الاعتراض لعله من باب بيان دقه المطلوب ويمكن أن يشير إلى مسألة أنه بناء على أنه هذا عدم نص فإذا هذا التقسيم لأي شيء لماذا قسمنا إلى قسمين ودرنا هذه الدورة إذا كان هذا عدم نص فندخل بالمسألة الأولى ولا حاجة إلى هذا التقسيم ثم نرجع إلى المسألة الأولى ثم قال رحمه الله المسألة ثالثة، عندنا وقت نأخذ هذه المسألة. ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين المتعارضين يعني. يعني جاءنا دليل يقول على سبيل المثال يقول تجب صلاة الظهر في ظهر الجمعة ولا يجوز أداء صلاة الجمعة مثلا. ونص اخر يقول تجب صلاه الجمعه وصلاه الظهر لا تجزي فهنا النصان متعارضان احدهما يقول وجوب الظهر بما هي والثاني يقول وجوب الجمعه بما هي على سبيل المثال طبعا اذا كان هناك مرجح لاحد النصين على الاخر ونعمل به هذا واضح مع ترجيح احد النصين المتعارضين يؤمن به. الكلام مع التكافؤ عدم امكان اجراء المرجحات التي تذكر في باب التعارض. هذا الكلام ولذا قال: ما اذا اشتبه الواجب بغيره لا ندري، طبعا بغيره ايضا غير الحرام، يعني بغير الواجب والمقصود منه الذي ليس بحرام. فلتكافؤ النصين المتعارضين عندنا نص يقول يجب الظهر بما هي وعندنا نص يقول يجب الجمعه بما هي نفترض هكذا طيب طبعا هذه المساله من تطبيقات مبحث التعارض ولكن تذكر هنا باعتبار انه قد يقال بالتخيير وعدم وجوب الاحتياط بادائهما معا فدخلت في مسالتنا من هذه الجهه كما في بعض مسائل القصر والاتمام يذكرون امثله في الكتب المفصله انا مجرد ذكرت مثال الظهر والجمعه مجرد توضيح والا يذكرون امثله واقعيه منطبقه على الواقع الفقهي ولكن فيها نوع من التعقيد احنا نريد من المثال يوضح الفكره والمشهور فيه في هذا الفرض أو فيها في هذه المسألة التخير المشهور هو التخير يعني ليس ملزما بالاحتياط بالإتيان بكلا الأمرين معا وقلت أنه دخلت فيما نحن فيه من هذه الجهة لأنه هل يجب الاحتياط عن صار عندي علم أنه قطعا إما هذا الأمر واجب أو هذا الأمر واجب هذا الشيء واجب او هذا الشيء واجب هذا الفعل واجب او هذا الفعل واجب قطعا احدهما واجب وعندي مشكله بسبب التعارض هنا ماذا افعل طبعا الحاله الاوليه عند المصنف قاعده هي الاحتياط ولكن وردت اخبار صريحه في انه عند التعارض انت مخير فناخذ باخبار التخيير التي جاءت في الشريعه هذه نصوص بالنتيجه المولى الذي نحن نحتاط طاعة لأمره هو قال ما يحتاج تحتاطون قال أنتم مخيرون نلتزم بالتخيير لأخبار التخيير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعايك هذه الأخبار السليمة عن المعارض لا يقال أنه أخبار الاحتياط تعارضها أخبار الاحتياط ما ممكن تعارضها لأن المولى الذي نحن نحتاط لأجله هو قال ما يحتاج تحتاطه وهذا يكفي في سقوط الاحتياط الاحتياط عقلي لدفع الضرر المحتمل فإذا المولى الآمر اللي هو الذي يعذب قال ما أعذب أسمح لكم يكفي طبعا يرتفع القاعدة العقلية ويرتفع الإلزام العقلي الإلزام العقلي من باب المقدمة العقل العقلية المقدمة للوجوب المقدم لأداء الواجب دفعا للضرر المحتمل دفعا للعقاب المحتمل فإذا المولى قال ما أعاقب أنتم مخيرون سقط اللزوم العقلي لأنه الخطر زال السليم لأخبار التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياط ما تعارضها لأنه الاحتياط خذ بالأحواط هذا من المولى فإذا المولى قال هنا لا يجب عليك الاحتياط عندما يقول يجب الاحتياط نقول سمعا وطاعة هنا يقول لا ألزمكم بالاحتياط أيضا نقول سمعا وطاعة لأن المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط هذان الأمران اللذان أحدهما واجب ليس من باب الأقل والأكثر وإنما من باب المتنافيين المتباينين ما دخل بالأقل والأكثر فلا نقول هذا موافق للاحتياط ما لعب. الظهر صلاة الظهر موافق للاحتياط صلاة الجمعة موافق للاحتياط القصر موافق للاحتياط تمام لا ليس كذلك متباينان إلا أن يقال إلا أن يقال إلا أن يستظهر من تلك الأدلة يعني أنه خذ بالإحتياط مطلوبية الاحتياط على كل حال حتى عند التعارض طيب كيف يكون هما ليس أقل أكثر يعني تأتي بهما معا إذا فهمنا ذلك ولكن لا نفهم ذلك إلا أن يستظهر من تلك الأدلة أدلة الاحتياط مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة حتى عند التعارض أيضا يبقى الاحتياط مطلوبا فيجب على المكلف الإتيان بهما معا بكلا الفردين أو الأفراد ولكن هذا ما مقبول عند المصنف لكن قد عرفت فيما تقدم ان اخبار الاحتياط لا تقاوم اخبار التخير لا سندا ولا دلالتين لا من جهه السند ولا من جهه الدلاله اخبار التخير اقوى وسياتي ان شاء الله في باب التعارف ذكر لها تكرار لها هنا اخبار التخير قويه سندا وقويه دلاله واذا ثبت التخير تفعل الاحتياط لا معنى للأحتياط لا ضرورة للأحتياط طبعا الاحتياط حسن على كل حال ولكن كلامنا في أنه هل الاحتياط إلزامي أو ليس بإلزامي بحيث الذي يخالف الاحتياط فيفعل أحد الطرفين مثلا ويصادف أنه قد خالف الواقع ترك الواجب وفعل غير الواجب يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب أخبار التخير من القوة بحيث تثبت أنه لا يستحق ال عقاب والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد و محمد